عليكم المشاهدين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد ونهار جديد مع اختكم سعديه شانيل. شوف المتبعين العزاز ديالنا، الاهلي خطيكم عليا على الكومنتيراتكم الزوينه زوينه زوينه، والله يجعل ربي يسهل عليكم، والله يعطيكم ما تمنيتي في خاطركم. المتبعين العزاز ديالي، هاد الفيديو غنديرو لكم في الكويت اللي عجبكم وبغيت تشوفوه كيما فرشتو، باش تعرفوا يا المتبعين الحاجه اللي تناخذها. ما تنتسناش انا، ما تنجيبش الربحه، خصني نفرجها جديده تتعجبني باش ما نكذبش عليكم. والاهلي يخطيكم علينا خارج الوطن وداخل الوطن، والله ييسر لكم يا ربي. وتحياتي للناس الجاليه، وتحياتي للناس الجزائر، خوا خوا ما بيناتناش العداوه، وتحياتي للناس طاطا اللي قالوا لك ما تذكريناش السعوديه. تنذكر جميع المدن من طنجه حتى القويره، من القويره لطنجه، وشكرا لكم بزاف. واليوم قالوا لي سعوديه، كاين اللي جابها هو هذاك، كاين اللي ما جابهاش هو هذاك. اليوم غنشارك معكم اللي شرا سي ابراهيم البيت نعاس فاش كنت عند الوالده ديالي. شرا لي، قال لك بغى يتونس، قال لك هذه هي التوانسه ديالو في البيت. هي هذه، نتوما المتبعين تتشوفوا هي الناموسيه، قولوا لي الناموسيه شافوها المتبعين. لا احمد، يا احمد خليك احمد، يلا خلي الكلمه لاحمد. السلام عليكم المتبعين ديالنا، كي دايرين؟ اش كتعاودوا؟ كنتمنى تكونوا بصحه جيده والله يسهل عليكم، وديما نتمنى ما تنساوناش باللايكات. ما تنساوناش المتبعين، تتنساوني من اللايكات شويه، واني ماشي مشكل، مره هكا ومره هكا. المهم تنتمنى سير الله يجعل ربي اللي دخل اول واحد يدخل الفيديو ديالي، ولا اول واحد يشوف قناه سعديه شانيل. نتمنى تزيدوا تابوناو معنا باش نوصلوا 150، وغتكون الاحتفال زوين زوين زوين. عمركم قلتوا لي سعدي ما درتيش لنا شي مناسبه في دارك، غيكون كل خير. الله يعطينا غير صحيحه يا ربي، وترحمنا في هذه الدنيا يا ربي، وتعطيكم صحتكم. الله يشافي الجميع الامه، كل واحد تيقول لي سعدي ادعي معايا، الله يوقف معاكم بلا ما نذكر الاسماء شي تنذكرو شي لا. الله يجعل ربي اللي عنده شي معاناه يحيدهم، والله يشافي كل واحد، والله يحل حزامكم. اللي تيتمنى الذريه صالحه الله يفرحكم، هذا هو جهدي عليكم المتبعين، يا ربي تنصركم. والله العظيم نتوما شفتوا الكويت ديالي اليوم، البنات راه من 7 الصباح باش ما نكذبش عليكم، غتبقى في التاريخ ديال اليوم، وقفت من 7 الصباح حيت انا صحابني ما غتجيش رشيده، واني جاتني حتى ل 11 البنات. ماشي مشكل، ما عندنا ما نديرو، نساعدو مع المساعدات ديالنا. انا فاش عيطت ليها قالت لي ما جايش، صافي واختكم من 7 كيخرجوا الدراري، حيت عارفه عندي الصابون الروينه حيت الشتا طاح تبارك الله ما شاء الله، بانت واحد شويه الشميشه، غنوض باش نصبر ونشر وهذا الشيء. هي قول لهم سعديه تبارك الله عليك. المهم تسنيت احمد ولدي التاجا حيت انا بديت الغداء، بديت كل شيء، وغنشارك معكم. اكيد راه كل واحد تبارك الله تيعرف كيفاش يبدا شغله. المهم انا البنات كيفاش تندير، فيما تدخلوا، دخلتوا البيت اللي دخلتوا، مسحوا الغبره، مسحوا المرايات، وجدوا صافي ورطبوا وبدلوا لي زور. عندي كل سيمانه تنبدل لي زور مخاد، داكشي علاش تقدر نقيه. هذه غنخليها هنايا تيجي السي ابراهيم صافي، واخا شافها باش يحلها ونشوفوا لداخل شنو فيه. يلا جي تشوفوا الهديه اللي شرا السي ابراهيم من بيته. الصراحه واحد جوج ثلاثه، هيا شرا البلازما ما شاء الله، شرا التلفازه في بيته حيت الدراري ما تيخليوهش يتفرج في الماتش. صراحه احسن مره جديده اللي تخلي للدار هي هذه. صراحه انا كنقهرني، ندير المره ندير المره، قال لي هي التلفازه تتهضر معاه تتفوج معاه تتفرج، تيبغي سي ابراهيم تبارك الله فاش تيجي من العمل تيبغي يتفرج، وتيبغي يحيد لي ستريس ديال الخدمه. الله يحسن العوان الصراحه. الله ايوا هذه هي التلفازه ما شاء الله، لقيتو خداها، الله يعطي صحيحته، الله يزيد يا ربي، الله يعطي كل واحد على قد نيته. هادشي اللي غنقول لكم المتبعين الصراحه. الله وزويونه تبارك الله، مازال غتشوفوها وتشوفوا سعديه شانيل. تما انا قلت لي غنتفرج غير بسعديه شانيل. وهنايا كاين هذا الصندوق ديالي اللي قال لي كلشي تبارك الله زوينه البيت ديالك سعديه. ها انتم الصندوق ديالي شنو فيه؟ واحد، هذا هو الصندوق ديال الخزين. ها صندوق ديال الخزين سعديه، ها واش كاين شي كنز ولا والو؟ ها نتوما تشوفوا كاينه النقره، نتوما تشوفوا كاينه النقره، خلط فيه كلشي. وكاين هنايا تيبقى حاجتي ساعه اللي تلبس داكشي، داكشي ديال اليوميات ديالي. ايوا هاد الهديه الصراحه ما نكذبش عليكم، الهديه جاتني عند اعز الناس عندي
سيرة ولدي الله يحفظك اللي جابها ليا، الله ينورك وينور طريقك. وما بغيتش نحلها باش ما نكذبش عليكم، خليها نشوف فيها هنايا. انا تتعجبني الهدايات اللي تيجيوني، وتا تنحيي تا خالتي الحاجه الريفيه من هنا تال فرنسا، احلى ديديكاس ليها. واناره تنحماق عليك ونموت عليك، الله يخليها ليك ويخلي لك عمي الحاج، تحياتي لكم. وما ننساوش اختي بشرى، ماشي بشرى، ماشي بشرى، شيماء، تحياتي لك اختي شيماء، اختي اناره من هنا تال اوروبا الناس الجاليه. تتحماق عليا فيما تتصل بيا، السلام عليكم مرحبا، وكلشي العائله كلها باش ما ننساش شي واحد بيديني لستنا. وتنحييكم وكلشي الناس اللي تيسولوا عليا، يا واش تي اختي، اختي اختي، شوفوا البيت بالغوز والبيجامه بالغوز. هاد البيجامات اللي خديت الصراحه، ويني درت لي هاد المنديل صافي، هنا مسحتو، مسحت البيت ديالي كلشي تبرطرا. نتوما البنات كاينه غبره لا والو، صافي كلشي درت ليها جاكس، وهادو خليتهم هنا. هنا البنات بغيت تعطيوني شي فكره، ها نتوما انا نطرح عليكم الفكره وقول لي واش عجبتكم ولا لا. هنايا بغيت ناخذ هذاك لي زاكسيسوار هنايا اللي غندير لي بارفان المافياج هنايا، وبغيت نقول لكم هذا الحيط واش نزيد هذوك اللوحات اللي تيتحطوا فيه لي بارفان تاع هما، ولا شي حاجه شي ديكور باش يعطي شي البهجه للبيت. خليو لي عرفتوا نتوما هذوك اللي خرجوا دابا، هذوك الطابلوات صغار يعني تتكون وحده هنا وحده هنا وحده هنا، يعني غندير واحد الشكل هنايا واحد الشكل هنا باش المرايه باش تبان ان شاء الله. يلا خليو لي باش نقاد لكم البيت ان شاء الله قبل راس السنه ان شاء الله، باش ندير لكم واحد المفاجاه زوينه غنفرح براجلي والصراحه الله. ودابا ان شاء الله الا وريتكم الروينه، العار ما تضحكوش عليا البنات، راه اختكم من الصباح نوريهم، والصابون اللي عندي مو حلوش عند شي واحد، ويعني الصراحه راه ماشي ديما نوريكم الدار تتشعل، راه يكذب عليكم الكذاب. فاش تكون الشتا ما تلقاوش فين نشرو. ها انتم تتشوفوا البنات الحوايج هنايا، هنا الحوايج اللي زور لي بدلت البيت الدراري، باقا كلشي باقي مقلوب، باقي كلشي كلشي كلشي. دابا ان شاء الله انا غندخل نكمل على الغدا ديالي. جاب ربي الخبز هو هذاك. شوف البنات النصيحه اللي بغيت تعطيوها لي في هذا الفران، راه الصراحه عصبني. ها انتم تحركت اول نهار خصكم تطيب في هذا الفران الصراحه في الدار عندي، تحركت في يدي، وين البنات ما بغاش يطيب لي الخبز دغيا الصراحه. شوفوا ها انتم الخبز تبارك الله، لا الخبز زوين ما شاء الله. ها اجي تشوفوا العجينه، ودرتو بالزرارع البنت، البنات البنت درتو بالزرارع ودرتو زوين، واني عذبني شويه في الطياب. قولوا لي البنات واش خاصني نسخنو قبل ما يخمر العجينه، ولا شنو خصو يسخن مزيان؟ والله العظيم الا طيرني في يدي. ها انتم زعما خلاه الله وصافي، صافي طيبته. ها انتم تبارك الله درت هذا المقدر، كل نهار نشارك معكم اشنو درت. دابا درت هادو ميان، ما عرفت شكون هذا المش اللي قطعه، غيكون غير محمد. صافي هذه هي درتو انا رقيق شويه، حيت الدراري تيحيدوا ليا تيحيدوا هذيك البابه، فهمتوا؟ مره نديرو رقيق مره نديرو غير. دابا شنو درتي هنا الطاجين؟ صافي ما بقى لا غدا لا والو، ما نكذبش عليك ثاني مره. البنات هذا الطاجين غير معسل، اجي تشوف واخا تحرق الصراحه شويه راني معليش. هذا البنات اش غنقول لكم، حنا سي ابراهيم راه مبلي على الطاجين ديال الحوت. هذا درت هذاك الحوت شنو سميتو؟ لسبادو، لسبادو، هذا لسبادو يعني هي الهبره زويونه ما شاء الله، ماشي هيتكم اللي تيتوحم يسمح لينا الصراحه الله. ها انتم درتو هنايا البنات هذا تشرملتو عادي، راه ما فيه لا ربع لا ثومه، هذا تيتشرمل غير بالفلفله حلوه شويه يعني تحميره، شويه الكمون، شويه الملحه والبزار، وعصري عليه الحامض وشويه الزعتر، تتشرمل كلشي بالزيت البلديه. هذا راه طاب بلا الماء، اجي تشوفوه احمد باش الناس يشوفوا. هذا النقطه ديال الماء البنات ما درتهاش ليه، حيت البصله تبارك الله اللي تلقات، يعني الطاجين ديالي هو هذا صافي طاب. ودرت واحد الكوكوت ديال العدس، احسن حاجه مع هاد الجو. ها انتم والله الا درت العدس، بلاتي نوريهم اولدي ما عرفت المغرفه فين هي. والله الا البنات درت واحد الغدا، اشنو الا قلت لكم اشنو قال احمد؟ والله يا المتبعين هذا احمد اشنو قلتي فاش دخلتي؟ شنو قلت فاش دخلتي مع الباب؟ قلت هاد النهار هذا يدوز زوين، ماما فاقت بكري. اسمعوا يا المتبعين، قال لك احسن نهار غيدوز عند ولادي ماما فاقت بكري. البنات طيبت الكاميله ديال العدس، اي واحد تبارك الله راه تيعرف يطيب العدس ديالو. غير انا حاجه وحده اللي تندخل في العدس، تندخل جوج خيزويات، جوج خيزويات الثومه مزيان، الربيع، القزبور والمعدنوس خلطوهم، الزيت البلديه، القزبور اوكي قلناها، الزيت البلديه، الملحه والبزار، وشويه ديال الراس ديال القرفه، اوبليجي في العدس تيعطيكم واحد لوكو واعره البنات. جربوا وردوا عليا، والله الا تنعطيكم شي حاجه راه بنينه الصراحه. صافي هذا الغداء ديالنا هو هذا. هنا احمد اجي نشرمل معاهم
هذا الحوت تشهيته غنديرو بحال اللي تدير الوالده ديالي. شوف هذا الميرنا ديما تنديروا العين الملح والبزار الملح والبزار. قلت لي يوما علاش لا هذا الميرنا والسردين غنشرملو شويه الربيع هو مقرط ونعصروا عليه واحد الراس الحامضه ونديروا ليه العطريه ديال الحوت. علاش غيجي بنينه البنات وحق ربي تيجي زوين صراحه الله. دابا غنعصروا عليها حامضه. شوف البنات راه داكشي تنشاركوا معكم والله العظيم الا عشوائي وزوين. حيد عليا داك البروتوكول ولا ندير التبصيل والتبصيل كل نهار ورزقو. سعديه هكا تتعيش يومياتها هي ولادها. يعني ما كاين لا غير زعما نقول لك الا عندنا الضياف على راسي وعينيا. دابا ندير ليه شويه الملحه ياك ندير شويه الملحه شويه الملحه وشويه الكمون ها الكمون الكمون غير ديروه للحوت راه تيجي زوين وتيبغي الهريسه. ما عنديش الهريسه الملحه راه تيقول لي السي ابراهيم ديريه شويه وان انا ما نكذبش عليكم. واي حاجه هزيتوها مسحو اي حاجه غتردوها باش الشغل ما تيتعرمش عليكم صراحه الله. ونتمنى لا فيديوهات اللي تنشارك معكم يكونوا تستفدوا منهم صراحه. وتبارك الله الكومونتيرات كلشي تيقول لك سعديه صراحه تعطينا الطاقه ايجابيه. البنات شوفوا نديرو هكا شوف بسم الله واحد جوج ثلاثه صافي هكا. وديروا واحد النقطه ديال الزيت البلديه واخا الزيت البلديه راه وصلت ولات الغرام حتى هي ولات بحال الذهب تتباع الغرام. الزيت البلديه غاليه البنات الصراحه مسكين الصراحه الناس اللي ما وصلوهاش راه صعيب الله يسمح لينا وصافي. المهم انا راه تنشارك معكم اليوميات ديالي صافي. اليوم درت لهم الغدا زوين باش العشيه كاسكروت. انا غنوريكم اشنو عجنت الا عندي الوقت راه غنشاركها معكم في الفيديو وتشوفوا. دابا البنات اشنو درت الصباح ما رجعش نعس درت تبارك الله عجنت الخبز حدايا حيت ما كاينش اللي يصورني بما نشري الرين كلايت وغنبدا معكم. غير الرين كلايت مازال ما شريتهاش الصراحه بغيت شي ماركه زوينه اللي تيعرف شي بلاصه تيتباعوا فيه الرين كلايت. يعني راه شوف غنشارك معكم الطريقه الا مازال معايا احمد صراحه الله. هنا عجنت البنات نص كيلو ديال الفورس نص كيلو ديال الفورس يعني 500 غرام ديال الفورس و 500 غرام و الرابعه ديال الفينو. يعني الفورس كثير من الفينو صافي. عجنتو بهير بالملحه ومعلقه ديال العسل. انا تنقول لكم عجنت المسمن بمعلقه ديال العسل والملحه صافي. علاش غندير واحد الخليط ان شاء الله غنوجدو قبل ما يخرج احمد هذا الفينو غنوريكم كيفاش غتخلطوه. اللي عنده الزبده يدير هذا الملوي اللي ما عندوش غيدير بالزيت. يعني ساهل ماهل وتيجي الملاوي واعره البنات. اليوم ندير ملاوي عاد الغدا عاوتاني ان شاء الله وغنشاركوا معكم شي حاجه حيت هنا عامره الزنقه بالاضرابات. الله يحد الباس الله يدير لنا الخير. انا ما نقدرش نجمع نشد لكم هذاك الحوايج الله يدير لنا الخير الله يلطف بينا يا ربي. وهذا الشيء هي سعديه شانيل الغدا ديالي تيوجد الطاجين ديالي تبارك الله. يلاه تسناو الطبله ديالي كيفاش غنحطها وما تنساوناش جمجمو لا تخممو. يلا ماما يلا هزي الطاجين بيدك باش نشوفوا واش انتي كتصبري على الصونيه. لا ما تنصبرش شفت خلص انا يا واحد قلبي ما تصبرش دابا تحدي والله. الا وشحال تعطيني الا هزيتو؟ لا ما انا يعطيك الله. شوف انا المتبعين والله حتى سخون ويني الى طاح شوف لا قيس لتحت لا وبلاتي هون واحد هزيتو غير بهادو. هادو اللي تتحمل المراه مسكينه السخونيه حيت هادو الصراحه عندنا مايتين مع السخونيه. هانتوما تشوفوا الطابله ديالي هي هادي. دابا تنقلي الحوت ما بغيتش ندير لاباري ثلاثنا لاباري يوميا بغينا شويه ديال الزيت اللي خويا عسل قال لك الحوت تيجي بنين في الزيت صراحه الله والله ما كذب. هانتوما البنات شوف تبارك الله قليت السردين. شوف البنات انا نقول لكم السردين والحوت ما تقليوش بالفورس والله شتي القلي ديال الفورس سمحوا لي واخا راه احتراماتي للناس كامل تبارك الله راه كلشي تبارك الله تيعرف الطياب. ويني شتي القلي هو الفينو فينو المزرع تيجيك زوين ويني اللي تيتقنو كثر الفينو صراحه الله. هانتوما دابا غنقلي السردين ديالي وغنحط الطابله ديالي ان شاء الله بما يوصل السي ابراهيم. والسي ابراهيم اليوم عاوتاني غيعطيني واحد التحيه واحد التحيه حيت الراجل فاش تبغيو تشدوها العيالات راه ما تشدوهش بالصداع والمشاكل شدوه بالهضره الطيبه والطياب يكون زوين والنقطه ديال راجلك اللي تيحبها ويموت عليها
هو داكشي اللي توجدي ليه في الطابله. شوف الطابله تبارك الله، الا دخل الراجل ويلقى الدار نقيه ويلقى كلشي موجود، سبقوا شوف سبقوا الكوزينه، سمعتوا كيفاش سبقوا الطياب والكوزينه عاد دخلوا للدار. يعني العشيه البنات ديالنا ان شاء الله تبارك الله ما تنخرجوا ما تنفرجوا، نهار يكون عندنا الشغل مزيان، نهار ما يكون عندنا نقابلوا الدار ونصبروا ونحيتوا هذه. يعني المراه ضروري مسكينه تدمر. صافي البنات غنقلي الحوت وغندير معكم التخليطه ديال المسمن، غنطربوه غنطربوا الفينو مع الزيت مع الخماره باش يجيكم المخمر واعر واعر واعر. وعارفه انا الدراري غيفرحوا اليوم، غندير لكم احمد المسمن اللي تيحمق صراحه الله، وغايجيو عاوتاني نلقاو كاس كروس، ولا باش قالت لي غنزيد الكيكاو، يعني الا عييت صافي ديروا اللي قدرتوا عليه، نزيد لك خيك واخا ما نصوروش مع المتابعين كيف يجيهم، يمكن لا فيديو طويل طويل طويل. يلا ان شاء الله تسناو كيجي السي ابراهيم، ويلا كلشي دير كومونتيرات على السي ابراهيم. المهم البنات رجعت معكم، شوفوا تبارك الله ما شاء الله البنات، والله العظيم ننصحكم باش ما بقاش تعذبوا ما تمحنوا، لا لا يعطيكم شي حاجه اللي تمحنكم سعيديه، ديما تجيب لكم الحاجه السهله عليكم. شوفوا البنات هذا شاركته معكم في الفيديو اللي شفتو، هذا غزال شتي هذاك الدري، والله العظيم الله يعطيه الصحه، فاش قال لي ديه وتجربيه وترجعي عندي، هذا واعر البنات فاش تلقاو خذوا بجوج بثلاثه، انا غنرجع عنده غنجيبهم. اش غنقول لك، رد ليا الشراج مجاج ها والبلازما ما نقولش لكم، ودابا بحال الا ما طيبتش الحوت. شوفوا البوطه كيردها البنات وردها تتشعل، شوف 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 تبارك الله، شوف شوف تتشعل تتشعل، يعني ورديت هاد الكوزينه ها تتشعل، يعني طيبت غدايا وساليت. ها انتم تشوفوا العجينه ديالي، شريوها البنات هاد الخضوي، راه ماشي تندير ليها شهر، انا تنصحكم باش ما تعذبوش حيت المراه مسكينه ديما تتمحن صراحه الله. المهم البنات دابا غنوريكم الخليط اللي غندير به الملاوي، حيت باش الا ما قدرتش نكمل معكم لا فيديو راه غنتسنى عاوتاني سيدي احمد تيجي من المدرسه في العشيه، ما عندنا ما نديرو. دابا هنا البنات درت الفينو، عينيكم ميزانكم حيت انا عجنت شويه زايد باش يديروا به الكوتي ويفطروا به ان شاء الله. درت جوج كيسان ونص ديال الفينو وغندير جوج خمارات، علاش غنديروا غير خماره، ديروا انا غندير جوج خمارات باش يجيني ساهل. خليوها على الله، راه يدي تحرقات، ودرت ليه درت لي هذاك الصابون د السنان اللي تيقولوا زوين، راه نشوفوا ان شاء الله باش ما تنوضش ليا وحق الله. المهم عوينه وخرجت فيا المتبعه، اش غديري قولي على زين كانت عليا. درت الفينو درت الخمارات وغندير الزيت، مشيت البنات خديت هاي وهذه. واش غدير زوينه الازمه الاقتصاديه خصنا شويه. ايوا صافي المهم راه تقديت مازال ما شريتش داكشي، خديت ايترو صافي. تنديروا الزيت، ها نتوما اللي ما تيبغيش ريحه الزبده ديروا غير هذا، ويلي راه ما تعرفوش هذاك الملاوي كي غيجيكم. ها نتوما هاد الطريقه السر فين كاين، كاين هكا باش تحنوا، اللي عنده الهاشوار هكا يدير ليه الهاشوار، هي هذه وهذاك اليد هكا انا عندي، واني قلت نديرو بالهاشوار ديالي الجديده يعني ماشي غنستعمل كلشي الدار. اللهم هذه، وانتم ان شاء الله باش ما يجيكمش الصداع نطرب ونرجع معاكم. هنا المهم البنات هي هذه، حيت عصبني احمد شويه البنات معليش. ايوا اش غدير، شوف السر فين كاين، ها نتوما البنات، وهاد الموس نصيكم نصيكم راه خطر، حيدو حدا الوليدات، ديروا شي جبيبنا بحال اللي تندير انا تنجمع فيه الماس ديال الماكله. غنخليه غير هنا، ها نتوما غنخدم معاه هكا، شوف واعر، جربوه وردوا عليا وغتشوفوا المسمن اللي غندير. غندير نص مربع ونص مخمر، يعني كل واحد شنو تيقول لي، هذه هي الطريقه اللي غنعطيكم، هذا هو السر ديال المسمن. حيت اليوم هاد الفيديو شنو شاركت معكم الصباح ديالي كيفاش غيدوز حتى العشيه، يعني تيجيو في الكوتي وتشوفوا الكوتي اللي غنوجد، وغنوجد الملاوي وغندير لهم لي كريب، ندير الخاطر الوليدات، هادو هو الله يسمح لينا من حق الوالدين. خوتي خواتاتي على الله اكبر، يلا مع السلامة، ماشي مع السلامة، ما تمشيو فيه. بزاف عليا المصبين صراحة الله، هاو تغدينا سالينا الغداء، وصراحة الصراحة مشيت نعست، ضربتها لكم بواحد النعسة واحد ساعة ونص، نعس من جوج ونص حتى ربعة ونص، المهم حسبوها. صافي دابا والملوي اللي عجنت هو هذا، تسنيت أحمد حيت راه قلت لكم على حساب التصوير ما كاينش اللي صورني الصراحة. البنات ها هما درت لهم هكا بما يجي هاد الخبيزات، ها هما كيبقاو دابا انتم تشوفوا. شوف هذا طريقه درتو ليك اللي ما عنده لا الزيت البلديه لا الزبده، واللي ما تيحملش تجيه الريحه ديال الزبده في الملاوي. ها انتم درت وحده فوق وحده، ها تتعمروها بهذيك الخليط اللي تطحنوا، راه تيجي واحد الملاوي البنات ولا المخمه واعر صراحه الله. واخا غيجيكم هذا الفيديو طويل، الروتين ديال الكوزينه هو هذا، باش اي حاجه درت لكم زعما النهار ديالي كيفاش تيدوز،
راه والله ما تنقص صراحه الله بلا تصوير هكا تنقيه. يعني تدخلي طيبي والملاوي ديالكم ديروا على وحده على وحده، هذا غنديروا مربع تيجي واعر البنات الصراحه. عندي شويه المربع وشويه المخمر، هذاك تيشد الوقت شويه، هذا دغيا حيت الدراري دابا الا دخلوا يعني غيبغيو كاسكروت، تيبغيو زعما الماكله في الوقت. صافي تديروا هكا وتزيدوا ديروا هذيك التخليطه. راه شوف هاد الملاوي راه ماشي من العجينه ولا، راه من السر من هذيك الزبده، يعني الزيت والفينو والخمارات. سمعتوا كيفاش؟ يعني هذا تنطحنوه مزيان بلا ما ديروا الفينو بوحدو والزبده بوحدو. والله العظيم الى هاد الطريقه جربتها طلعت رائعه الصراحه، انا ما نكذبش عليكم، شي حاجه تنحطها لكم واعر. يا الله تدلكوا البنات تتبان لكم السطح العمل تتولي لكم هكا، وخليوه ان شاء الله واخا يتقطع لكم العجينه راه عادي، حيت علاش؟ باش يجي مورق لداخل. هادي شو تبارك الله كي تجي، شوف تيجي واعر واعر واعر، وانتم غتحكموا ان شاء الله فاش يكون طيب البنات، وباش ما يجيكم شغليت دلكوا ما ماشي يجيكم زوين. هانتوما انا تتعجبني تجي الملويه مقاده، يجي داك الشيء هو هذاك. يلا البنات نكمل معكم، ها هو لي كريب اللي طلب احمد انا درتو، خسرات ليا خاطري يا ولا هنا خطينا على وليداتنا. واني راه كاين الصراحه خليها هي البنات كلشي دابا تنديروه، واني مازال ان شاء الله غتسناو واحد البرانك ان شاء الله يا ربي رفع احمد والله تندير فيه ان شاء الله. واخا دابا تشوف حيت مازال ما رديت ليك عندك غنديرو لك انا صافي. لا المهم البنات اللي باغي الطريقه ديال لي كريب ولا الملاوي راه ساهل ساهل صراحه الله. دابا غنوجد كاسكروت ديالنا وغنسلق البيضات، يكون كاسكروت ويكون عشاء، اما تنديرو عشاء اما تنديرو كاسكروت صافي الواحد ماشي. ها انتما المتبعين العزاز ديالنا لي كريب ديالنا ها هو تيوجد. شوف شوف تبارك الله كيجا، شوف البنات ديروا وحده فوق وحده وشوف الملاوي كيجا جا ما شاء الله. ولي كريب هو تنصاوبوه بالشوكولات انا وليداتي تيساعدوني الله يرضي عليهم. نتوما تشوفوا شوف شوف تبارك الله راه تنفخ، هذه راه وحده على وحده باش تفهموني مزيان، هذا هو كاسكروت ديالي انا وليداتي. لي كريب البنات دغيا دغيا قلبوه فهمتوا، وتدلكوا هنايا وحده اخرى باش كلشي يجيكم تبارك الله زوين. والانضباط ها نتوما تشوفوا ها شوف 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 كي جات، واش واعره ولا ما واعرش. صافي غندهن هذه شويه ها نتوما ونديرها ودغيا نقلبها. شوف يدي هنا ويدي هنا ها، يعني ما شاء الله علينا الله يعاوننا على وليداتنا، راه ماشي سهله باش ديروا كاسكروت في الدراري. صافي باش تسخن المقله تتنقصوا عليها شويه البنات، هادشي اللي كاين ها نتوما كي تجي شوف تضربوه وتدير شوف شوف الملاوي كيجي شوف شوف ها ما كاين لا معجن لا والو، جا بحال الورقه شوف يعني ورقه وحده ها هي. غندير طبسيل هنايا نتوما تشوفوا. صافي ان شاء الله هادشي هو كاسكروت ديالنا، يعني كما تنقول لكم منه كاسكروت منه عشاء الله يجعل البركه. راه المرا تبارك الله والله الا تتاكل العصا صافي ها طيبوه في المقله الاخرى ولا الطيفال، انا اليوم استعملت الطيفالات باش ما نكتبوش. ها هما نتوما جوج مقلات ودرت البراد ديال اتاي البنات، وديما ديروا الزيف حداكم ماشي ماشي عيب باش تمسحوه باش تتبقى الدنيا نقيه. اتاي ديالنا صافي تشحر غنحيدو، بزاف يقولوا لي سعديه ما بقاش تهزي هكاك راه عارفه البنات انتما تتعرفوه باش توصلوا وقت صافي فيهم الشوع ما تيرحموش. غندير غير جوج ديال الصفار بركه، وحنا راه كثريه تنشربوا المسوس انا وسيدي الحاج اللي قال هذاك. صافي الكيسان ديالنا اجي تشوف الطابله السيوا احمد هنايا، الطابله ديالي ها هي كتبتها ديال الكيسان لي كريب ها هو مكلف به وليد هكا وليد هو دير هكا دير من هنايا صافي. واني لي كريب البنات خليوه يرتاح فهمتوا باش يجيكم واعر. انا كي تنصاوبو هانتوما اجي تشوف تديرو غير المغرفه ها صافي تديرو غير المغرفه هذا راه درتو بالحامضه البنات باش ما يجيكمش تقولوا هذا درتو باللوغو د الحامض، ويديكم يجي خفيف حيت راه كاين زعما اللي ما تيصدقش ليه لي كريب بزاف، هو راه ساهل حيت هو تيجي جاري. صافي ها الملاوي ديالنا طيب غنزيد نقرص وحده اخرى كنسبقو لي مرتاحين، يعني خصو يطلق الصراحه الله. صافي تدلكو هكا حيت هذا تيبغي شويه يجيكم العجينه قاصحه شويه، كاين اللي تيرخفو كل نهار ورزقو رخفوه قصحوه، واني هذا تيجي واعر فاش تتقصحو العجينه تجيكم زوينه البنات والله الصراحه الله. نتمنى يا ربي يعجبكم هاد الفيديو ويلقاكم ديما احسن راه تنقرملو حيت انا الدراري ما ياكلوش ليا الا ما تقرمش. صافي تندير هكا ونحط كلشي في الطبق
ها هو شوف واعر واعر ولا ما واعرش المتبعين. يلا باش ما نطولش عليكم الطاوله ديالي هي هذه لي كريب حيت غنحطو نطيب ياكلو. ها هو شوف هكا وليد ما عارف كيفاش دير الدريساج، دير وحده هكا وحده هكا وانت غادي. ها ولدي صافي يلا هنقول لكم البنات تبارك الله عليكم، مع السلامه.